اسمي ميرنا ماجد. مارسلينو جمال. خريجة كلية آداب إعلام علاقات عامة. كلية آثار جامعة القاهرة. أنا خريج كلية طب الفم والأسنان. عايز تطلع دكتور وتفضحنا يا محي. بقالي 6 سنين في الكلية. كم؟ طب ما تديني فرصة أفكر. طب. بقالي 5 سنين. اديني فرصة أفكر. لا لا ما بشيلش. أحتار. أنا لجنة. يا ريتها كبرت عليك وهي بتخلفك. ترمت. إذا بريح. بريح على طول يا باشا. أحترت. مفيش طايف هندسة ما بشيلش. ياه أخيراً لقيت حد يسمعني. من أول ترم ده ممكن شلت 7 مواد من 9 مواد. شكراً يا ضياء. شكراً ولو سمحت بقى ما تقوليش حاجة تانية خالص. كانت مادة مفروض أخدها في الصيف بس أنا كسلت فما روحتش أصلاً. صدق صح؟ أنا كنت طايع عني فين دي؟ أولى كنت شايل مادة، التانية كنت شايل 3 مواد. مش عايزين مني حاجة تاني. تالتة كنت شايل تقريباً 3 مواد تاني، رابعة شلتها كلها وعدتها تاني. روح يا ضياء، روح زي ما كل حاجة بتروح، زي الشباب والصحة زي الفرح. شكراً إنك عرفتني إن في لون جديد أغمق من الأسود. محاضرات؟ فين المحاضرات دي؟ كنت بزوق كتير. كتير كنت بروح عند ويتش أكل كريب. ده أنا نفسي أزوق من محاضرة. طبعا المحاضره الاولى بنخشها متاخر والمحاضره الثانيه ما بتتحضرش عشان بنروح نفطر. طب يعني هروح احضر المحاضره ولا افطر؟ كنتش بروح الجامعه اساسا. بس في سنه رابعه بقى بدات ابلطج بقى واشوف نفسي على الناس بقى، وخصوصا بتوع سنه اولى لما واحده تيجي تسالني انت في سنه كام. انا في سنه رابعه. خليكوا فاكرين كله رايح كله رايح. كنت بغش في الامتحانات ولا بغش ولا بغشش. كنت بستمتع بالغش في الامتحان. لا عادي بنتقفش يعني قشطه وبينقلونا من، بس هم لما يوصلوا لمرحله ان هم ينقلونا نبقى احنا خلصنا كل اللي احنا عايزينه يعني. تمام. مش كان ايه اللي بقى موقف اتحركت فيه؟ ممكن كنت قاعده مره مكان الدكتور وماسكه المايك وبتكلم مع الدفعه وبهزر معاهم وكده، والدكتور دخل علينا فالدفعه كلها قاعده بتهزر وبتضحك وانا واقفه مكمله في طريقي عادي. ما تضحكش ليه يالا؟ كنت بكتب تمام ورا المدورة الدكتورة والقلم قطع، بعد كده شلت الغطا وشلت الأنبوبة وعمال أصفت أصفت عشان الحبر بقى إيه قال يعني تعمل، فالحبر كله تجيه في بقي بقى ووشي وإيدي وهدومي. أول بنت في الجامعة. لا إحنا ميكانيكا يعني إحنا هندسة وميكانيكا. أعتقد جه سألني على كشكول قال لي بتكتبي محاضرات يعني معاكي كشكول بتكتبي محاضرات؟ قلت له لا. انا متعود انه مع دفعتي بنخش هاي ونبوس ومش عارف ايه. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. في واحده كانت لسه جايه من الجروب فرحت انا داخل بايس وبتاع، قالت لي انا ما بسلمش اصلا. تاجلا كنت بعد ما المحاضره خلصت عادي في المدرج وفي بنت كنت اتعرفت عليها يعني، فبتقول لي على فكره انت انا معجبه جدا بقفاك. سلام. أول ولد؟ لا ما تعرفتش، ما فيش ولاد. يعني على أساس إن هم في بنات. هو إيه اللي إيه الأسئلة الكونية دي؟ يعني حسهم لا حسهم بنات. ما تتلم يا بيت. بيت وستين بيت. إحنا في هندسة حرام بقى. ما تجمد كده وتنشف. بص أنا كنت أتعرف على شلة كاملة مش بنت لوحدي. أحب أقدم لكم الأخ مرجان أحمد مرجان، عضو جديد معانا في أسرة نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان قاعد جنبي في المحاضرة فقلت له عايزة قلم، وهو قاعد يتكلم معايا بقى وكده وصاحبني. أول لما دخلت كنت لوحدي، انت محدش بيعمل لك حساب. أول ما دخلت الجامعة كانت أغرب حاجة إن أنا مش فاهمة الجدول أصلاً اللي في إيدي، بسبب إنه كان مكتوب اسم الدكتور اسم المادة مكان المادة أرقام، فانا مش فاهمه ايه الارقام دي. فانا اول حاجه شكيت فيها انه الجدول غلط. الله عليك احسنت يا ابني والله مبروك. كنت داخله شايفه كلية زي ما بتبقى في الميديا يعني كلها فنفنه وكده. ده رزع. كان اسمي في الكشف ورايا ولد اسمه رمضان، انا ريموندا وهو رمضان. احنا عندنا في هندسة المعقدين كتير يعني، انت الدكاترة اللي بتبقى مستني منها الهبل بتاعها يوه بالعبيط.
كان في دكتور مثلا بيخش لنا المحاضره ببلطو، انا مش فاهم ليه لغايه دلوقتي هو بيخش ببلطو. انت ماشي انت دكتور فيزياء بتخش ببلطو ليه يعني؟ لا رزع برضه. يعني مره كنا قاعدين والدنيا تمام مفيش اي مشكله، وفي اتنين بيتكلموا ولد وبنت، وهو شايفهم وعارف، وبعد ما خلص المحاضره خالص راح كتب على السبورة، كتب يطلع على البروجيكتور بقى الولد اللي لابس تيشيرت احمر يسيب البنت اللي لابسه تروح الله يا ولد. هو كان في عندنا دكتور اسمه ماهر حشاش، ده دكتور كيمياء، ده دكتور مجنون، عارف حاجه شعر ابيض وراجل كبير جدا في السن ومترتب عالميا ومش عارف. فهو ما كانش بيحب يتكلم في مايك، كان يتكلم والناس تقعد تحت رجله على الاستيج. ففي واد قاعد في اول دكه بقول له دكتور بعد اذن حضرتك انا مش سامع، راح الشرطي قال له علشان انت فاشل وجاي متاخر وقعد ورا. فالواد بس كده قاعد ورا زي حضرتك، قال له انت تصلي الفجر وتيجي تقعد هنا في المدرج تستناني. في المثقى الشعري بيسموه ايه؟ بيسموه باب السلق في بحر الرزع. اكيد استفدت من الكليه كتير، استفدت جدا سواء دراسه او نضج مثلا. استفدت يو استفدت ايه حضرتك يعني؟ برده ما رحتش ما بحضرش، حاسه انه لو كنت دخلت حته تاني كنت ممكن استفاد اكتر بصراحه. يعني ما كتر العلم بيخلي الانسان يعرف كتير، يعني العلم بيفتح المخ جامد. لا خالص، كانت يعتبر كانت اسوأ مكان دخلت في حياتي يعني. عرفت طريق الصفر بس. الواحد يعني في اخر سنه بقى عنده حلم حاجه يعمله، يعني حاجه نفسه يحققها. طب امانه ما عرفتش غيره. طريقه تفكيري اتغيرت قوي من ساعه ما دخلت الكليه لحد ما اتخرجت، في كل حاجه يعني، في اختياري لاصحابي، في كلامي مع الناس. شويه انفتاح بتاخدهم مع شويه خبره، فده كله بيفرق في مستوى النضوج بتاع تفكيرك. ازاي طريقه تفكيري اتغيرت؟ لا ستوب بقى، ستوب بقى، ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتت لك. ايوه وانت هبله انت وعيالك، وقالك قلبك عليا. ها والله انا تافه زي ما انا، يعني ما غيرتش كتير يعني. اكيد طريقه تفكيري اتغيرت. دخل اولى جامعه ده اللي هو عيش حياتك هتنبسط الحقيقه يعني، عشان بعد كده هتلبس سنه عن سنه بتلبس وبتوسع، فما تتضايقش يعني. هو مبدئيا ربنا يتولاكوا. هتشوف الويل والله العظيم هتنزلوا تحت. عيش الجامعه بكل حاجه فيها يعني، ما تفوتش حاجه فيها، ما تدخلش. لا هو هيخش وهيعمل اللي في دماغه يعني، حتى كلامي مش هينفع معايا، مش كل حاجه قوي يعني. باي باي وامشي. اهم حاجه في اي كليه وفي اي دراسه التايم مانجمنت، تقدر تنظم وقتك بين ان انت تتشقلب في الحياه وجوه الكليه انت ما بتشيلش مواد خالص. انا بحب اشكر اهلي بابا وماما واختي ان هم كانوا واقفين جنبي. شكرا ان هم وقفوا جنبي، كانوا بيساندوني من اول يوم كنت في ثانويه عامه. اللي تعبوا معايا قوي هي مامتي قوي واخويا، اشكرهم جدا ان هم تعبوا معايا طول فتره الدراسه بتاعتي. كلمه شكرا هتبقى قليله قوي على اللي هم قدموه. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر.